قناه استوديو مستر محمد وان يوتيوب. النهارده ان شاء الله يا جماعه احنا مكملين مع بعض من كتاب بيت زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، ونفتح كتاب مع بعض الفاينل ريفيجن ونشوف مع بعض احنا عندنا ايه النهارده. احنا النهارده مع بعض هنشتغل بيج 41 اليونت هو يونت 4 يونت 4 بيج 41. الاسئله اللي هي اسئله اللي تشوز نشوفها كده مع بعض اهي. السؤال الاول بيقول the noise made it hard for me to on my study. هل connect ولا focus ولا develop ولا do؟ سمعك، برافو عليك. اللي بتقول focus on يركز على. السؤال التاني experience is الخبرة تكون to get this job للحصول على هذه الوظيفة essential different hard working careful. هنختار essential. Number 3 A or N is a book that can be read online. ممكن تقراه اونلاين، هتبقى الاي بوك اللي هو الالكترونيك بوك. نمبر 4 دكتور مجدي يعقوب بليز ا جريت رول ان سبيس هارت ديزيز. دكتور مجدي يعقوب بيلعب دور مهم او عظيم في. هنختار developing ولا encouraging ولا fighting ولا sending. هنختار developing تطوير ولا encouraging ولا fighting ولا sending. سوري، هنختار fighting يعني محاربة أمراض القلب. محاربة أمراض القلب C هي الإجابة الصح. Number 5 A lot of cafes have got a connection now. هنختار واي فاي. هنختار واي فاي. نمبر 6 The who the company choose has got special skills. لها مهارات خاصة، هتبقى هنختار expert. expert expert معناها الخبير. نقلب الصفحة كده ونشوف عندنا ايه بعد كده بقية الاختيارات مع بعض اهي. توفيق has studied توفيق درس. That's why he dreams of building great bridges. يبقى درس الهندسة engineering. Number 8 A or N is a mobile phone that can work like a computer. هنختار smartphone. Number 9 She has bought many dresses. هي اشترت فساتين كثيرة. In a low price بسعر منخفض. Number 10 The government is going to الحكومة سوف a number of natural sorry national projects this year. هتبقى do ولا give ولا work ولا make. تبقى give، هتبقى do. شكرا يا جماعة. The government is going to do a number of national projects this year. يعني الحكومة سوف تقوم بعمل كثير من المشاريع القومية هذا العام. That factory is fantastic. هذا المصنع رائع. It uses the latest technology. أحدث تكنولوجيا. We use a mouse and a keyboard to enter عشان ندخل الداتا into a computer. Finishing the bridge in a month is a great engineering achievement. إنجاز. The singer has got A for selling the most CDs. تبقى award. English teachers should their students to practice
هتبقى encourage encourage يشجع.